يعني الشيء اللي بدي اقوله مستغرب انه معقول نحن السوريين هيك؟ لك بتفوت على الكامب بتلاقي مزبله، بتلاقي الدخان والسجاير بالاراضي، غرف اللاجئين السوريين مثل حاويه زباله. يعني كيف انتم بدها الناس تقدركم او تحترمكم؟ كيف الاوروبي بده يحترمكم انتم عم تتصرفوا تصرفات؟ انا بستغرب يعني عالم تدفع 15,000 ليجوا على اوروبا ولسه لا بيعرف ينظف تحته ولا بيعرف ينظف سيجارته، ما بيعرف وين بده يكبها، ما عنده لغة، ما عنده اي مقومات. شو هالاستثمار يعني؟ انت عم تدفع 15,000 تجي على المانيا، شو بدك تستفيد يعني؟ لا عندك مواهب ولا عندك شهادات، لا عندك ادب، لا اخلاق، لا تربية، لا دين حتى. يعني كمان ما نمد الدين يعني. يا ريت لك الاوروبي ما مستحيل يكب سيجارته بالارض، بس السوريين ها والعرب عاملين وسخة حياتي ما شفتها. مو بس السجاير، بكل شيء. لا بيغسل لك. فت على بيت شاب سوري له 11 سنة بألمانيا، البيت مزبلة، صلوا شهرين ثلاثة أربعة مو مغسل الصحون، على سيرة عنده اكتئاب وما نفسيته يحكي. يعني أنا ما عم بستوعب إنه كيف هالعالم بدها تعيش بهولندا وبسويسرا وببريطانيا، وين يعني وين الأوروبي وين أنتو؟ أنت لا، خليك ببلدك أشرف لك. يعني لا في ثقافة، لا أدب، لا فهم، ما في شيء مقومات تخلي هالشخص ينجح بأوروبا. يعني حتى هاي الدول عم يعني كتر خيرها، بلد مثل هولندا عم تستقبل اللاجئين، عم تعطيه بيت وتعطيه جنسية وعم تعطيه أكل وشرب دون ما يعمل شيء. هاي ما وين بتصير؟ أي دولة عربية لك، أي بلد بالعالم تعطيك هيك ميزات ومو عاجبه بقول لك لا هولندا يعني مو كتير عم تعطيني. شو بدهم يعطوه يعني؟ ما صفى غير يجوزوه كمان ويجيبوا له أولاد. يعني شغلة معلش أدب، أنتوا صورة عن السوريين، صورة عن الإسلام، صورة عن الدين. يعني شو بده يقول هذا الإنسان اللي على سبيل المثال فكر يصير مسلم وإجا على كامب اللاجئين السوريين شاف الوساخة والمزبلة اللي عاملينها؟ شو بده يقول هذا الإنسان الأوروبي؟ هذا بعد بده يدخل بالإسلام ولا بده يحترم المسلمين؟ ما عم بفهم. ولا بده يحترم السوريين؟ بيقول لك ليش البنات السوريات السوريات ما عم يحترموكم ليتجوزوكم؟ ولا في وحدة سورية بتقبل تتجوز واحد سوري؟ شو بدها تتجوزه؟ على شو؟ شو هالصفات العظيمة اللي بهرتها للبنت لتتجوزه؟ البنت السورية بتخجل تقول أنا سورية. يا عالم يخجل البني آدم أول ما ياخد جنسية يعني تبعنا من جماعتنا الزلم الراقي المحترم يبطل يقول انه سوري خلاص. دغري بيقول لهم انا من المانيا او من هولندا او من كذا او من اي بلد، متاكد تماما، لانه مو مصدق يخفي حاله. لانه اذا قال لاي حدا لاي شركه بدي اتوظف انه انا سوري ما حيوظفوه، اذا قال لاي بنت انا سوري حتقلعه، اذا قال لاي صاحب بيت انا سوري معلش اجر حيأجر بيت. ليش؟ لانه مو هو المشكله، انه الناس النشح اللي عم تجي على اوروبا اللي معها مصاري كتير بس ما في لا ادب ولا في دين ولا في شيء، بس مصاري. فالمهرب ما بيهمه، المهرب ابن حرام بس يجي